معنا مكالمة أخرى؟ نعم الشيخ موجود. هذا هو اللي يذنب ذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر، صحيح ربنا ما يقبل توبته؟ يقبل توبته، نفس الذنب يتوب منه ويرجع له ما دام تاب توبة نصوحا وعزم بقلبه عزم أكيد أنه لن يرجع، ثم سولت له نفسه فرجع ثم استغفر الله وجد الله غفورا رحيما. حتى لو أكثر من مرة؟ حتى لو عاد الذنب أكثر من مرة؟ بس هل هو يتوب توبة صحيح ولا بس كذا يلعب على ربه؟ لا يتوب بعدين يرجع. المهم إذا تاب توبة نصوحا حقا ثم عاد مرة ثانية ثم تاب ثم عاد ثم تاب فإن الله يقبل توبته. جزاك الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.